افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ الشرقية ممدوح غراب اليوم مسجدا أقيم بالجهود الذاتية في مركز هيهيا، والذي أقيم على مساحة 900 متر وبتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه. وقال وزير الأوقاف إن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجهيز المساجد بالصورة اللائقة لاستقبال المصلين لأداء الشعائر الدينية. صرح ديني جديد يفتح أبوابه أمام المصلين، مسجد عزبة البيه بمحافظة الشرقية، صرح ينضاف إلى مجموع مساجد وزارة الأوقاف ليكون بيتا من بيوت الله يقصده المصلون من كل حدب وصوب. افتتاح مسجد في عزبة تابعة لإحدى قرى محافظة الشرقية، لنؤكد معا أننا مع الناس وبين الناس حيث كانوا، في القرى، في النجوع، في العزب. هذه رسالتنا، التواصل مع الناس أينما كانوا ودعم هذه الجهود الذاتية المباركة أينما وجدت. التعاون في كل المجالات، ليس فقط في إعمار المساجد وإنشاها، ولكن في جميع المجالات وجميع الندوات والدروس، ويعني في تعاون. عشان كده احنا بنسعد تماما بوجود معالي الدكتور وزير الأوقاف معانا في محافظة الشرقية. إعمار وبناء المساجد خلال الفترة الحالية يأتي من وزارة الأوقاف بنماذج هندسية محددة التصميمات، مع مراعاة التصميم الذي يتناسب مع طبيعة المكان للوصول بأشكال بناء المساجد بما يليق بحضارة مصر. المسجد أقيم على مساحة 350 متر دورين. هذا المسجد في بلد تبع قرية، يعني عزبة صغيرة تبني مسجد، وهذا ليس بجديد، فالشرقية بها أكثر من 14,000 مسجد، تكلف من المبالغ المالية 3 ملايين من الجنيهات. كل هذه الخطوات تأتي في الاستعداد لشهر رمضان واستقباله بعمارة بيوت الله عز وجل، وافتتاح أكبر قدر ممكن من دور العبادة. ونؤكد أن هذه المساجد تخضع خضوعا كاملا لمديرية أوقاف الشرقية، خضوعا دعويا. تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لتصبح على أعلى المستويات هدف نبيل للأوقاف، لتصبح صروحا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن. من محافظة الشرقية، وليد هيكل، التلفزيون المصري.